نعم رولا، قبل أن أبدأ بالرشقات الصاروخية والأوضاع الميدانية، دعيني أنوه إلى هذا العاجل أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر سيجتمع في تل أبيب وتحديدا في وزارة الدفاع يوم غد الأحد. هذه آخر العواجل التي وصلت الآن، أن المجلس الأمني الإسرائيلي سيجتمع في وزارة الدفاع في تل أبيب يوم غد الأحد. طبعا بالنسبة للرشقات الصاروخية، هل حدد ما الذي سيناقشه تحديدا؟ لأنه في آخر اجتماعنا كان يناقش نعم صحيح، منذ يوم أمس والذي سبقه هذه الاجتماعات مستمرة، يعني ممكن أن نقول اليوم أن انقطعت بسبب يعني يوم الغفران الذي كان هو يعني يوم عطلة بالنسبة لكامل إسرائيل. لكن على ما يبدو أن الآن هذه الأخبار التي بدأ الإعلام الإسرائيلي الرسمي يعلنها، أن المجلس الأمني الإسرائيلي سيجتمع، وبالتأكيد هذه الاجتماعات منذ أيام قليلة مضت كان هو يركز على الرد الإسرائيلي على إيران، مثل ما نعرف أن هذه يعني هي فقط للتفويض، تفويض كل من نتنياهو ووزير دفاعه، رغم أن المجلس الأمني قال أنه يستطيع أن يفوض نتنياهو في أي وقت حتى لو كان قبل الهجوم المحتمل بدقائق وحتى أن يكون عبر الهاتف. لكن هذه الاجتماعات الأمنية هي للتنسيق، لا نتحدث عن تحديد الأهداف، لأن مثل ما قال نتنياهو أنها ستكون سرية وستكون فقط مع وزير الدفاع ومع القادة الأمنيين فقط. لكن ما يحدث هو الاجتماع الكابينت الأمني هو سيكون فقط لتفويض نتنياهو ووزير دفاعه على هذه الهجوم المحتمل. أما بالنسبة للرشقات الصاروخية، قبل دقائق من الآن دوت سفارات الإنذار أكثر من مرة على فترتين متقاطعتين، يقول الجيش أنها رشقة من ما يقارب 40 صاروخا، الأولى كانت ب 25 صاروخ والأخرى كانت بتقريبا 15 صاروخا، وأغلبها كانت أو كان هدفها المستوطنات الشمالية بالقرب من جنوب لبنان، نتحدث عن كريات شمونة، مزكاف عام وهذه المستوطنات التي من حولها. أيضا الرشقات الصاروخية كانت مستمرة، نتحدث عن رشقات صاروخية على حيفا وضواحيها، كانت هناك أيضا ما يقارب 40 صاروخ على هذه المناطق. القبة الحديدية اعترضت عدد من هذه الصواريخ، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، بعضها تسبب في أضرار مادية في الممتلكات، بعض المباني، بعض السيارات. نتحدث أيضا عن رشقة صاروخية من ما يقارب 15 صاروخا على عكا وضواحيها، كانت أيضا هناك وتحديدا في سهل البطوف كانت هناك أضرار مادية كبيرة شاهدناها، يعني في بعض السيارات التي احترقت، بعض الممتلكات والمباني، المنازل التي دمرت. يعني نتحدث عن الرشقات الصاروخية الكثيرة، القبة الحديدية وحتى الاعتراضات الجوية رولا، بدأ نشهد إخفاقات كبيرة، وذلك بسبب كثرة الرشقات الصاروخية، يعني مقارنة بما شهدناه في الحرب، بداية الحرب على غزة فعلا كانت هناك رشقات صاروخية من مقاتلي حماس باتجاه غلاف غزة، لكن إذا ما قارناها بهذه الحرب على لبنان فالرشقات الصاروخية من حزب الله يعني دعينا نقول الضعف عما كانت عليه. اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا أن خلال اليومين الماضيين الجمعة والسبت، يعني اليوم ويوم أمس، كانت هناك ما يقارب أكثر من 320 بين قذيفة وصاروخ أطلقها حزب الله باتجاه مناطق الشمال، فيما قال أنه نفذ يعني بالمقابل على حزب الله ما يقارب 200 هدف، وأيضا كان يتحدث عن مقتل 50 مقاتل من مقاتلي حزب الله بحسب بياناتهم الرسمية، وأيضا قال أنه عثر على بعض الأنفاق ومستودعات الأسلحة، مثل ما يعني دائما يظهر في البيانات وبعض المقاطع الفيديو التي يظهرها الجيش الإسرائيلي. أيضا اليوم كانت هناك إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، كانت هناك إصابة في جنوب غزة لأحد الضباط الإسرائيليين، وأيضا كانت هناك إصابة خلال المعارك في شمال إسرائيل وتحديدا لجندي احتياط. أما بالنسبة للإصابات المدنيين فنتحدث عن إصابتين فقط بحسب ما أعلنته نجمة داود، عن إصابتين خفيفة فقط، لا توجد أنباء رسمية حاليا من الجيش الإسرائيلي حول أعداد أو إجمالي القتلى خلال هذين اليومين، لكن هذه حسب يعني نتحدث عن الإسعافات أو الدفاع المدني الذي كان يشير أن هذه الأرقام. نعم رولا، رفاه، أنت قلت بأن الرشقات الصاروخية من حزب الله هي كثيرة مقارنة مع التي كانت تطلق من حماس من غزة، ونشاهد فيديوهات لإسرائيليين يختبئون أو يفرون، صفي لنا المشهد أكثر.
بالفعل رولا، هي هذه الرشقات الصاروخية أصبحت يعني بكثرتها صارت أكثر يعني ذعرا وخوفا للإسرائيليين، لكن يعني اللافت أن الملاجئ وكثرة هذه الملاجئ والبيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي والتي تحدث يعني في كل فترة في كل حين وآخر لتقديم قواعد الأمن والسلامة خاصة من الجبهة الداخلية في شمال إسرائيل، يعني كانت تحذر الناس خاصة حتى عبر الرسائل النصية إلى السكان بالحذر. نتحدث عن عدد كبير من الملاجئ في هذه المناطق التي يتوجه إليها الإسرائيليون حال سماع صفارات الإنذار أو حال بدء الرشقات الصاروخية. أيضا هناك الملاجئ المتنقلة، الملاجئ في المدارس، في المستشفيات وما إلى ذلك. كل هذا يعني نتحدث عن قلة الإصابات في صفوف الإسرائيليين بسبب هذه الملاجئ أو بسبب تحديثات صفارات الإنذار، بالإضافة أيضا إلى التعتيم الإعلامي الإسرائيلي.